أن نكون إخوة في النهج لا يعني أن نكون يدا واحدة على الأرض، وأن نكون متخالفين ومتناكفين فكريا وعقائديا لا يعني المواجهات العسكرية على الأرض. هي علاقة جبهة النصرة مع تنظيم الدولة منذ إعلان الأخير شقاق البيعة عن التنظيم الأم وإقامة دولته الإسلامية في العراق والشام. انسحاب النصرة من جبهات ريف حلب الشمالي مع التنظيم ومحاربتها للفرقة 30 المعدة لقتال داعش تسبب لها بالحرج، وأصبحت بحاجة لتقديم تفسير لعناصرها وحاضنتهم. وفي الوقت نفسه رفعت نبرة المواجهات الكلامية. هل شرعيون النصرة بكامل مرجعياتهم الفقهية سيجمعون على وجوب قتال داعش؟ هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في حلقة اليوم من هنا سوريا. وفي المحور الثاني، رصاصات مجهولة تغتال الرفاعي العقيد في الجيش الحر أمام منزله في عرسال اللبنانية، وأصابع الاتهام تتجه نحو حزب الله والأجهزة اللبنانية. أهلا بكم. نبدأ الحلقة بمجموعة من الأخبار، حيث نظم ناشطون حملة لإنقاذ المدن السورية المعرضة للتدمير على أيدي نظام الأسد وميليشياته الطائفية. وجاء في بيان الحملة على موقع أفاز أن ما يجري في ريف دمشق يشكل أعلى درجات الاعتداء على الإنسان والمسكن والأرض والمستقبل. إيران تحتل سوريا وتريد ترحيل أهالي دمشق وريفها علنا وبالقوة. وعبر موقعو البيان عن رفضهم القاطع لأي تغيير في الجغرافيا السورية وتهجير السكان الأصليين من بيوتهم ومحل سكنهم إلى مناطق أخرى، لأن ذلك يخالف أبسط قواعد القانون الدولي والعرف الإنساني. قتل عنصران من ميليشيا الدفاع الوطني خلال اشتباكات مع قوات الأمن في قرية الصفصافة الموالية للنظام في ريف طرطوس. وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين الطرفين عندما حاول عناصر الأمن إلقاء القبض على اثنين من شبيحة الدفاع الوطني. تتكرر هذه الحوادث في مناطق النظام نظرا لانتشار السلاح بشكل كبير، رغم الشكاوى المتعددة للموالين من هذه الظواهر وانتشار السرقة والاعتداء دون القدرة على السيطرة عليها. يبدو أن مرسوم العفو الأخير الذي أصدره بشار الأسد لم يأتي أكله بعد، وهو ما بات واضحا من حملات الاستجداء المتكررة التي تطلقها وسائل إعلام النظام لجذب المنشقين والمتخلفين للعودة إلى قواته والموت في سبيل بقائه في الحكم تحت المسمى المعتاد العودة لحضن الوطن، وذلك مقابل إلغاء كافة العقوبات المترتبة على المتخلفين عن الخدمة الإلزامية. وجه الطفل حيدر من مدينة حمص رسالة إلى ملك المغرب محمد السادس يدعوه فيها لقبول طلبه بالقدوم إلى المغرب ولم الشمل مع أسرته بعد رفض الفيزا لثلاث مرات متتالية. السلام عليكم يا أيها الملك محمد السادس، أنا اسمي حيدر من سوريا حمص، وأود أن نأتي إلى بلده، وأبي في المغرب، لديه إقامة مغربية لأن زوجته مغربية وأمي ميتة، ولقد قدمنا على الفيزا ثلاثة مرات ولم يوافقوا علي. طيب ليش هيك؟ وأنا ولد صغير عمري 10 سنين. عرضت وسائل إعلام تركية مشاهد وصفتها بالصادمة، حيث يظهر في مقطع مصور كيف قام خفر السواحل اليوناني بالاقتراب من قارب مطاطي يحمل لاجئين سوريين، وتبين فيما بعد بأن خفر السواحل قد قام بثقب القارب لإغراق اللاجئين قبل دخولهم المياه الإقليمية اليونانية، إلا أن القدر وضع صيادا تركيا في طريقهم وقام بتصوير العملية ومن ثم إنقاذ الركاب. Yunan sahil botu geldi bizim karasularımızda mülteci botunu batırdı. Yani parçaladı bir mızrakla gördük. Ve şu anda perişan durumdalar. Çok perişan durumdalar. Bak peşini bıraktı. Hepsi şu anda can peşindeler. Yazık. Şu Yunan botu geliyor bizim sularımızda. Bu işi yapıyor. Kendi sularınızda yapın kardeşim.
kendi sularınızda ne yapıyorsanız yapın. تسبب خطأ في ترجمة أسماء السلع المتداولة في لوائح الأسعار بفضيحة في وزارة السياحة التابعة لحكومة النظام انتهت بفصل موظف كبير من عمله. المفاجأة كانت عندما لجأ هذا الموظف إلى موقع جوجل للترجمة الفورية، فترجم مثلا الكوفي ميت إلى الإنجليزية بكوفي ديد، لأن الترجمة المباشرة عبر جوجل ترجمت ميت إلى ميت، ما أثار موجة من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أن اللائحة تم اعتمادها ثم توزيعها على المطاعم والمحال التجارية. هنا سوريا مستمر ولكن بعد لحظات.